النادي الاهلي بيستعد للقاء القادم الافريقي بشكل كبير. الشناوي طبعا غيابه عامل قلق، ولكن كل الدعم للحراس اللي موجودين، واعتقد ان موسيماني ده كان اختياره من البدايه. اعتقد ان الشناوي زي ما قلت امبارح هيكون اضافه كبيره جدا. الشناوي هيغيب من 4 لـ5 اسابيع، يعني مش هيقدر يكون موجود قبلهم، فيعني الاهلي هيعمل حسابه على 5 اسابيع، مش هيستعجل اكيد 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 في عوده الشناوي. ولكن في ناس كفء موجوده في النادي الاهلي، اكيد النادي الاهلي هيصعد كمان حارس مرمى، علي لطفي هيكون موجود، ومصطفى شوبير موجود، واكيد هيكون في ثالث موجود. ناخد كابتن شريف عبد المنعم نطمن منه او رايه في غياب الشناوي ورايه في موسيماني. كابتن شريف وحشني، وازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك كابتن؟ وحشنا. وحشنا كابتن، اخبار حضرتك ايه؟ انا الحمد لله تمام، منور الدنيا. يا رب دايما بصحه كابتن. حبيبي. غياب الشناوي اكيد ما قلقك. والله طبعا يعني اذا كان قلق مصر يبقى مش هيقلقني. فاعتقد ان ما اعرفش، هو لو سافر برضو المفروض يسافر معاهم، يعني يدي دفعه قويه جدا لعلي ومصطفى. بس يا كابتن في حاله الشد، لو بتتعالج في حاله الشد، مش افضل له في رحله زي كده ان هو يطلع؟ يعني افضل له ان هو يشتغل ويكون مريح هنا؟ ده الطبيعي طبعا، يعني ده الطبيعي. طبيعي ان هو يشتغل على نفسه هنا ويخلص بسرعه الشد ده والاصابه دي، وكل ما حصل تريتمنت بسرعه للشد صح. اكتر ما كان بيبقى مزق يعني، وانت عارف طبعا. هل حضرتك صاحب نظريه ان الفرقه ما توقفش على لاعب، ولا صاحب نظريه ان الشناوي ممكن يكون مؤثر بنسبه كبيره؟ لا والله تبسيط، انا صاحب ان كل مركز لازم يكون فيه 2 و3، وبيساعدني كتير قوي في حاله تنافسيه، وكله بيصب في مصلحه الفريق يعني. فمش ان انا ابقى على نجم واحد في المكان ده واعتمد عليه. اديك شفت السنه اللي فاتت محمد شريف لما اتعور، صح، انا دفعت فاتوره كبيره. طب شعور حضرتك دلوقتي بانه حاجه ان البديل موجود، ولا ممكن يحصل تاثير، ولا لا الناس اللي موجوده تسد؟ اذا كان على حراسه المرمى قصدك مثلا؟ انا بتكلم عشان الشناوي. ما هو لازم يحصل كده عشان الناس دي تخش انفورم. صح يا كابتن، هو ده الرد. صح بصراحه. يعني انا لازم ده يحصل عشان ابو جبل يخش، خدت بالك؟ ده لازم يحصل عشان علي لطفي ومصطفى يكونوا موجودين وياخدوا الثقه. انا هشوفهم امتى؟ والا في مواقف. وبعدين انا علي لطفي جربته مع الزمالك، عمل مباراه كبيره جدا. صح. ناقص مصطفى شوبير يخش كمان، خدت بالك؟ يطلع من غير ما يخش فيه جول في ماتش او اي حاجه، والاهلي يكسب، ياخد ثقه والامور تمشي، ويبقى الاهلي كسب 2 حراس. صح. بيكسب. وبعدين صح، كل مؤسسه بتتمنى لنفسها كل حاجه. بس لما بيبقى عندك نجم مسمع قوي، ممكن ما تاخدش بالك، يعني ما تقول مش يعني، ممكن في التنقلات الشتويه افكر في المركز ده. صح، مش مستعجل عليه. انما في حتة تانية بتبقى اكيد هم بيشتغلوا عليها كويس. يعني راي حضرتك في احداث موسيماني وتصريحاته وطلبوا تجديد العقد وطلبوا تمديد العقد ورد النادي الاهلي ان يبقى الوضع كما هو عليه؟ بص هقول لك على حاجه، من بره كده واحنا بنتفرج، ما فيش مجال، يعني السوشيال ميديا مدخله نفسها قاضي وحكم وكان مفروض مستر موسيماني يعمل كذا، وكان مفروض النادي الاهلي يعمل كذا، وهل النادي الاهلي هيعمل كذا، وهل موسيماني بيدافع عن نفسه، بيدافع عن الحاجات اللي حصلت في الموسم اللي فات، وان هو مش يعني نقطه بيج ديل، يعني مش حاجه قوي ان انا اخسر ماتش بضربات جزاء بطوله يعني. الناس الثانيه تفكر تقول لك لا، دي بطوله سهله ولازم تتضاف، كانت ضمن الموسم يعني. اللي بيحصل على الشكل الخارجي غير الجوهر اللي جوه. اعتقد ان علاقه الكابتن الخطيب بالجهاز الفني كله باداره الحكايه كلها، ما افتكرش ان هو وموسيماني هيكون ده الوضع اللي احنا سامعين عنه، ولا ما اعرفش انت ايه رايك يعني؟ مفيش. انا ما عنديش ده في النادي. مفيش يعني. راي بعد رايك يا كابتن. لا والله ما بحاولش اجتهد معاك كتير في الاهلي يا كابتن يعني. لا والله هقول لك على حاجه، اصل انا يعني بنبقى قاعدين
جوه النادي مش حاسين بمشاكل خالص الحقيقه يعني. عارفين ايه اللي بيحصل بيننا وبين بعض، حتى لو واحد عنده اي معلومه او اي حاجه مش بيتكتم يعني، بيقول مش ده العرف اللي احنا متربيين عليه، مش ده ان انا ممكن كل يوم اغير مدرب بسرعه كده واجيب مدرب بس في نفس الوقت انا عندنا ناس بسرعه البرق تبص تلاقي في مدرب تاني يعني. السنه اللي فاتت الاوضه ما عادتش ساعه من غير مدرب. طب يا كابتن النادي الاهلي عنده اكيد عنده يعني اختيارات كتيره وشرف كبير لاي واحد يكون موجود في الاهلي او في الزمالك او في اي نادي كبير في مصر. ده موضوع عليك. ده موضوع مش عليك. ده موضوع مش قابل. وحتى لو الجمله الجميله شرف لاي حد ان هو يكون طبعا يا كابتن طبعا كل الاحترام يا كابتن لمسلماني، كل الاحترام لماني وجوزيه، كل الاحترام لفريرا، ولكن الاماكن دي اللي عملت الاسامي دي يعني. انا فايلر بقى عندي لحد دلوقتي ذو سمعه طيبه، خد بالك والباب مفتوح. راجل كناش نعرف الا لما جه الاهلي. نسمع عن انترلخت ونسمع عن حاجات كده، انما البروباجندا الكبيره السي في اللي انا بعملها لنفسي، ما تيجي تاخد اربع خمس بطولات في ست اشهر منهم اثنين افريقيا، ده حلم اي مدرب في العالم. مش حلم يقول لك انا هزود انا عندي شروط او عندي اي حاجه، فما اعتقدش ان هو في الاتجاه ده يعني. ناس كتير تتمنى سمعه النادي الاهلي طبعا طبعا طبعا، ولاعيبي النادي الاهلي وعارفين قد ايه اداره النادي الاهلي اداره ليها سمعه كبيره جدا. فايلر يا كابتن شريف كمدرب ماليش دعوه بالاهلي والزمالك، افضل ولا فيريرا من وجهه نظرك؟ فيريرا لما يعني مدرب هادي وبيتفرج، بس انا يعني ما تابعتوش كويس كابسيف والله يعني. انا تابعت فايلر كان وصل بيا لمرحله انتوا كنتوا يعني مش انتوا يعني قصدي يعني الناس كل ماتش كانت تقول لك ايه، طب نظر هيعمل ايه؟ طب هيقدم لي ايه؟ طب وفضل الراجل بلس 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 طالع لفوق جدا، ما بيتعادلش ما بيتغلبش ما بيتعادلش ما بيتغلبش صح. لغايه ان ما احنا معديين في ظروف قهريه اللي هي كورونا. كورونا دي الناس تقول لك اصل مراته او اهله او قال حاجه عايزين، لا ما نقدرش نيجي، وده كان طبيعي جدا. انك انت في بتبقى اسباب جوهريه بتغير لك الشكل اللي عندك، احنا مش متعودين على ده صح. يعني احنا مش متعودين على ده هنا في مصر صح، ان نسمع الكلام ده ونسمع تدخلات اي حد. الشكل الاحترافي بالنسبه لنا احنا خلاص، الراجل اللي كسبنا حبيناه وحبينا يبقى صار متاعه ومتاعنا يعني، بقى ملكنا بقى صاحب بيت يا كابتن، بقى صاحب بيت صاحب بيت. وايه ده هيمشي يروح فين؟ لا 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 لا، ده انا هخرجه. انا عايز اقول لك يعني يا كابتن برضو عايز اوضح رؤيه. احيانا يا كابتن الاعلام بيكون ظهر الكيان، يعني مثلا في الاهلي او الزمالك احيانا لما مدير فني بيجي بتبقى حضرتك او لاعب حتى كبير، الاعلام بيبقى في ظهره لمصلحه. الاعلام خلص على حسام البدري قبله. لا لا، ما انا هقول لحضرتك بس يا كابتن. لا لا، انت حضرتني في حاجه انا كنت عايز اتكلم فيها الحقيقه. لا انا عايز بس اوضح بعد اذن حضرتك كابتن الحته دي. يعني احنا احيانا بنصنع نجوم، مثلا نجم في الزمالك، نجم في الاهلي، بجماهير الكيان، بحب الكيان، بادائه وعطائه في الكيان ده سواء في الاهلي والزمالك، بتلاقي حضرتك الاعلام في ظهره زي فايلر كده. فايلر ما فيش حد مرموش زي فايلر. زي مرموش فايلر. لا زي موسيماني. موسيماني يا كابتن لو تتكلم على الشكل التدريبي. لا 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 كابتن، انا عايز بس اوصل لحضرتك رساله. على الشكل التدريبي مثلا. لا لا لا، انا هشرح لحضرتك كابتن. انا بتكلم على السبورت بشكل عام. يعني مثلا موسيماني، احنا وقفنا ورا موسيماني، دعمناه، قرصنا عليه جدا كتجربه ناجحه، مشينا معاه المشوار كله كمدير فني كبير، وقفنا في حته اما لقينا موسيماني انا جاي عايز عقد غير العقد مع النادي الاهلي. هنا دور الاعلام بس يا كابتن او الاعلام المصري، وقفنا قلنا خلي بالك انت بتدرب الاهلي، خلي بالك ان السكه دي غلط، لف وارجع تاني. خلاص لف الراجل ورجع تاني، كملنا مساندين ليه. احيانا الاعلام ده يا كابتن بيبقى سبورت بشكل كبير جدا لكيانات كبيره. بس عمرنا ما هنبقى سبورت الا بنجاحات. ما هو اكيد يا كابتن بنجاحات، اكيد بنجاحات وفي الصح. يعني هو لو فشل في الوداد اول ما جه وضغط على الوداد وكسب الوداد هناك وهنا ولعب فاينل وكسب الفاينل بالشكل اللي انت عارفه مع صح صح تقليدي بالنسبه لك، يو ويل نيفر هتعمل له سبورت، ده مش هتعمل له سبورت، ده انت
هتقول اختيار سيء. صح. كان من الممكن ان انت تعدل مع فايلر كلام. صح. مش عارف تعمل ايه. صح. تجيب حد من النادي الاهلي، نادي كبير، لازم يبقى راجل اجنبي مش عارف ايه. صح. يعني برضو الراجل اللي جه فرض نفسه اكيد يا كابتن، اكيد، بس لازم يا كابتن دايما نفكر. يمكن انت النتائج هي اللي موقفاك لغايه دلوقتي. اه لا، مش مقتنع بيه. لا انت مش مقتنع. لا لا كابتن، انا مقتنع بيه كل حاجه، بس يعني لازم دايما اقف افكره ان نجاحاتك انك مدير فني كويس وبتدرب كيان كبير. لازم دي دايما طبعاً نبقى طبعاً لازم دايما تبقى دي رساله مننا واضحه. وشكله يا كابتن سيف هو ذكي. يعني هو ذكي وحاسس ومدرك. يعني انا بشوفه وقفته في التدريب في الملعب، وقفته في استقبال كابتن خطيب لما بيروح له، ولغه الكلام معاه ومع الجهاز اللي معاهم بتاعه، ومع الراجل مش سهل برضه، بس يعني صح مدرك وبيشتغل على نفسه وبيشتغل على الورق وبيشتغل. صح. يعني تحس برضه انه كوتش. طبعا طبعا. لا مدير فني، مدير فني طبعا. احنا مستهلين، مش هيعدي علينا حد كده، احنا مستهلين. احنا بسرعه بنلقط وغطى انت والجروب اللي بيطلع من تحت ايدك، يعني عينيهم جامده جدا زي ما انت قلت، وبيعمل كوركشن بسرعه لاي حاله بيشوفها قدامه. اتمنى لك التوفيق يا كابتن شريف، بتشرف دايما بوجود حضرتك معايا. حبيبي يا كابتن شريف، نور الدنيا. ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف عبد المنعم، اللي دايما الحقيقه بتشرف بوجوده معايا وبستمتع بيه بشكل كبير جدا. زي ما قلت الكابتن شريف، احنا دايما داعمين الاهلي والزمالك. اي نجاحات، اي عطاء، احنا في ظهرك. احنا دورنا ان انت لما يجي لاعب مع الزمالك مع الاهلي يقول انا عملت وانا وتتحول الامور، هنا الاعلام يتدخل ويقول له خلي بالك، تعامل مع كيان كبير، تعامل مع اللي عمل لك الشهره. عملنا كده مع لعيبه كتيره جدا، وفكرناهم ان انت بتاخد كريدت وبتاخد كمان شهره من ملايين الجماهير، وده شيء مهم جداً.